وللمزيد حول فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، ماذا عن فعاليات اليوم الثاني وماذا عن أهم النقاشات والحوارات؟ نعم، اليوم الثاني من فعاليات هذا المنتدى العالمي الحضري فيها الكثير من الزخم من المناقشات والجلسات التي يشارك بها العديد من الخبراء والوزراء المعنيين بالتطور الحضري على مستوى العالم. بداية كان هناك العديد من الجلسات التي شارك فيها وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية وعددا أيضا من نواب المحافظين والخبراء المتخصصين من المنظمات الأممية والإقليمية. هناك أكثر من 30,000 مشارك يشاركون في فعاليات هذا المنتدى الحضري العالمي، ونتحدث عن أكثر من 170 وزير من مختلف دول العالم. هذا المنتدى الذي يعود مرة أخرى للقارة الإفريقية ويقام هنا في مصر في القاهرة للاستفادة من تجارب الدولة المصرية في التطور الحضري في كثير من المدن المصرية التي شهدت طفرة حضرية في السنوات الأخيرة. نتحدث أيضا عن هذا المؤتمر الذي يقام تحت شعار كل شيء يبدأ محليا لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة. هناك جلسات عقدت في هذا اليوم الثاني نشير إليها بمشاركة وفود أممية ودولية رفيعة المستوى. كان من بينها الجلسة الأولى التي عقدت اليوم كان بعنوان رفاهية الإنسان في عصر التكنولوجيا الرقمية والتجربة المصرية في المدن القديمة والجديدة، وكذلك تم الحديث عن مدينة القاهرة التراثية وما شهدته في الآونة الأخيرة من تطور خاصة القاهرة الخديوية ومنطقة وسط البلد التي عادت إلى رونقها مرة أخرى في هذه الأيام. كذلك كان هناك جلسات أخرى كانت بعنوان تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر وتمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الجلسة التي شارك فيها وزير الإسكان بعنوان مستقبل الإسكان. وكان أيضا هناك عدة محاور تتحدث عن المدن الذكية والمدن الخضراء وكيفية إنشاء مدن خضراء في الدول خاصة الدول الأفريقية والاستفادة من هذه التجارب. شكرا. نتابع معكم فعاليات هذا المنتدى الذي يقام حتى يوم الجمعة بإذن الله، إليكم زملائي في الاستوديو. شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني.